الدكتور خالد حاتم من أستاذ مساعد في شبين الكوم. طبعا هو أخذ الفيلوشيب بتاعته من ملبورن في أستراليا, وهي is very qualified in vascular neurology, وهيتكلمنا على الجزء الثالث بتاع السكيل. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا حابب اشكر اساتذتي في جامعه اسكندريه للدعوه الكريمه, وانا اخش في الموضوع على طول. الايمجنج سكورنج ان ستروك اند هاو ات هيلب ان ديسيجن تيكينج. طيب اول حاجه, ايه الاوبشنز المتاحه بالنسبه لنا في الستروك للايمجنج؟ طبعا عندنا النون كونتراست سي تي, الام ار اي, السي تي انجيوجرافي, والسورس ايمج بتاعها, والبرفيوجن ايمجز. طيب هو ايه الفاليو اصلا للايمجنج سكورز في الاكيوت سكيميك ستروك؟ ممكن بالايمجنج سكور اي كان بريدكت ذا فانكشنال اوتكم, اي كان بريدكت ذا مورتاليتي, اي كان بريدكت ذا كومبليكيشن لايك سيمتوماتيك انترا سيريبرال هيموريدج, اي كان اسيس ذا فاليو اوف ريفاسكولاريزيشن اند ريبرفيوجن ايذر باي انترا فينوس ثرومبكتومي اور انترا ارتيريال ثرومبكتومي, اي كان اسيس ذا فيزيبيليتي اوف اندوفاسكولار ثيرابي, واخيرا ممكن اي بريدكت الكومبليكيشن اللي ممكن تحصل بعد الاكيوت سكيميك ستروك زي الفاسكولار ديمنشيا او حدوث ريكيرنت ستروك افتر تي اي اي. طيب ايه الفاليو اوف ايمجنج سكورنج في الانترا سيريبرال هيموريدج؟ نفس الكلام برضو, اي كان بريدكت ذا فانكشنال اوتكم, اي كان بريدكت ذا مورتاليتي, اي كان بريدكت ذا هيماتوما اكسبانشن, وممكن اي كان بريدكت اندرلاينج فاسكولار باثولوجي لايك امايلويد انجيوباسي او فاسكولار مالفورميشن. هنبتدي اول حاجه خالص بالسي تي ايمجنج سكورز, وعلى راس القائمه دي هو الاسبكت سكور او الالبرتا ستروك بروجرام ايرلي سي تي سكور. الاسبكت سكور هو سكور بيستخدم النون كونتراست سي تي, وبيقسم الميدل سيريبرال ارتري تريتوري الى تو ليفلز, جانجليونيك اند سوبرا جانجليونيك ليفل. الفاسكولار تريتوري بيتقسم الى 10 كومبارتمنت, كل كومبارتمنت بياخد بوينت في كورتيكال وفي سب كورتيكال. الكورتيكال اللي هي M1 وM2 وM3 والانسولا, دي على مستوى الجانجليونيك ليفل, والسوبرا جانجليونيك وبقيه الكورتيكال M4 وM5 وM6 على مستوى السوبرا جانجليونيك, والسب كورتيكال زي الكوديت واللينتيفورم والانترنال كبسول. لو ظهر هايبو اتنويشن او ايرلي سكيميك تشينجز في اي ريجن من الريجنز ديت, بتبتدي نعمل سبستراكشن ل1 بوينت من الاسبكت سكور, وبالتالي النورمال بيبقى 10, وكل ما بيقل درجة كل ما بيبقى السكور أقل من كده. طيب ده الأسبكت سكور بنستخدم أو بيقيس الفاسكولار, بيشوف الإيرلي سكيميك تشينجز في الميدل سيريبرال أرتري تريتوري. ممكن أشوفه في البوستيريو سيركيوليشن عن طريق البي سي أسبكت سكور, وده برضو 10 بوينتس بيتقسموا 2 بوينت للميد برين, 2 بوينتس للبونز, واحدة لإيتش سيريبيلم, واحدة لإيتش سالاماي, واحدة لإيتش أوكسيبيتال, وبنفس القصة برضو بتاعة الإيرلي سكيميك تشينجز والهايبو أتنويشن قلناها في الاسبكت اللي قبل كده. طيب احنا ممكن نستخدم حاجه تبقى بيتر سنسيتيف عن الاسبكت اللي بيستخدم نون كونتراست سي تي, هو السي تي انجيوجرافي سورس ايمجز. تمام, دي بيتر سنسيتيفيتي فور ايرلي سكيميك تشينجز. وزي ما احنا شايفين ان البيشنت كان واخد على نون كونتراست سي تي اسبكت 10, ولما حسبنا له الاسبكت على السي تي انجي وسورس ايمج كان 9 نتيجه ظهور هايبو اتنويشن او ايرلي سكيميك تشينجز في الكوديت نيوكليس. طيب البيزس بتاع الاسبكت تعتمد على ظهور الايرلي سكيميك تشينجز او الهايبو اتنويشن. ايرلي سكيميك تشينجز يعني لوس اوف جراي وايت ماتر ديفرنشيشن او سالكال افيسمنت او فنتريكولار كومبريشن. طيب احنا العادي او الطبيعي ان احنا نستخدم الستاندرد ويندو سيتنج اللي بنشوف بيها السي تي برين على ويندو ويتس 20 هاوسن فيلد يونت, وويندو ويندو سنتر قصدي 20 هاوسن فيلد يونت, والويندو ويتس على 80 هاوسن فيلد يونت. علشان الديسكريميشن يبقى اوضح في الجراي والوايت ماتر, المفروض ان احنا بنستخدم حاجه اسمها نار ويندو او اوبتمايزد ويندو سيتنج. بنزود الويندو سنتر ل 40 وبنقلل الويندو ويتس الى 20. طيب الاسبكت اللي احنا شفناه على النون كونتراست سي تي انا ممكن اطبقه هو هو بس على الديفيوجن ويتد اسبكت في ظهور الايرلي سكيميك تشينجز في الديفيوجن ويتد, وبياخد نفس الليفل برضو جانجليونيك وسوبرا جانجليونيك, والسكور بتاعه بيبقى من 0 ل 10. نفس الكلام ممكن اطبق الاسبكت على البرفيوجن ايمجز بكل المابس بتاعتها, السيريبرال بلاد فوليوم والسيريبرال بلاد فلو والتي تي بي ايمج. طيب هو تم استخدام الاسبكت او تم ذكره في الجايد لاينز 2019 بتاعه الاكيوت سكيميك ستروك للبيشنت اللي جايين في اول 6 ساعات معاهم لارج فيسل اوكلوجن, الاسبكت بتاعهم اكتر من 6. كانت ريكومنديشن ان نو نيد فور perfusion images and I can proceed directly to mechanical embolectomy.
نفس البيشنت برضو اللي جايين في اول 6 ساعات ومعاهم انترنال كاروتيد ارتري اوكلوجن او ام 1 اوكلوجن والاسبكت بتاعهم اكتر من 6 والان اي اتش اكتر من 6 الريكومنديشن ان انا اي شود ريسيف الستنت ريتريفر. اما لو كان الان اي اتش كان اقل من 6 والاسبكت اقل من 6 الليفل اوف ريكومنديشن بيبقى اقل شويه والبنفيت از انسرتن اند ات مي بي ريزونبل تو يوز ستنت ريتريفر. طيب في سكورز ثانيه بتحشر الاسبكت جواها كجزء من الايتيمز بتاعتها زي الهايات سكور اللي هو الهيوستن انترا ارتيريال ثيرابي سكور. ده سكور من 0 ل 10 بيستخدم ايتيمز كتيره من ضمنها الاسبكت سكور اقل من 7 او من 8 ل 10. الهايات سكور كان يوزد از ا بريدكتور اوف اوتكم افتر انترا ارتيريال ثرومبكتومي والكات اوف بوينت بتاعته بتبقى 5. انذر سكور برضو بيستخدم الاسبكت اللي هو البري سكور او البيتسبرج ريسبونس تو اندوفاسكولار ثيرابي سكور. ده بيستخدم معادله بيدخل فيها الايدج والان اي اتش والاسبكت سكور وممكن يستخدم از ا يوسفول تول فور بيشنت سيليكشن تو بينيفيت فروم اندوفاسكولار ثيرابي. الديفيوجن ويتد اسبكت اللي اتكلمنا عليه ممكن يستخدم كبريدكتور اوف سيمتوماتيك انترا سيربرال هيموراج اند فانكشنال اوت كم افتر انترا فينوس ثرومبوليسيس والكات اوف بوينت بتاعتي بتبقى 7. اعلى من 7 بيبقى جود اوت كم واقل من 7 بيبقى بور اوت كم. في انذر سكور اللي هو الام ار اي دراجون سكور وده بيستخدم الديفيوجن ويتد اسبكت اللي اتكلمنا عليه. ايتمز كتيره من ضمنها الايج والان اي اتش والجلوكوز ليفل والجزء الايمجنج بتاعه هو الديفيوجن ويتد اسبكت اقل من 5 وام 1 اوكلوجن وممكن يستخدم كجود بريدكتور اوف اوت كم افتر انترا فينوس ثرومبوليسيس والكات اوف بوينت بتاعته بتبقى 8. الام تي دراجون هو شبيه بالظبط للدراجون بس بيستخدم تو بريدكت اوت كم في الاندوفاسكولار ثيرابي وبيستخدم برضو الايمجنج ايتم اللي هو الديفيوجن ويتد اسبكت اقل من 5 وانترنال كاروتيد ارتري وام بلس اور ماينس ام 1 اوكلوجن او تاندم اوكلوجن. احنا قلنا البرفيوجن ايمجز اللي قلناها قبل كده السريبرال بلاد فوليوم برفيوجن اسبكت سكور ممكن يستخدم كجود بريدكتور اوف فيتال اوت كام في الهايبر اكيوت ستيج والهايبر اكيوت ستيج اللي هي كوما او ديس في اول اسبوع. الكات اوف بوينت في الحاله دي بيبقى 4. طيب احنا شفنا الايرلي سكيميك تشينجز. في انذر سكورنج سيستم للثرومبس نفسها طبعا على راسهم الكلود بيردن سكور. كلود بيردن سكور بيستخدم السي تي انجيو بيقسم الانتيريو سيركيوليشن الى 6 كومبارتمنت السكور بتاعها بيجمع 10. كل منطقه لو فيها ثرومبس بينطرح السكور بتاعها. يعني احنا عندنا الانترنال كاروتيد ارتري فيه انفراكلينويد وسوبراكلينويد. الام 1 بياخد جزئين بروكسيمال وديستال والام 2 بيتاخد 2 برانشز وعندنا الاي 1 كل واحده بتاخد سكور ولو فيها ثرومبس بينطرح السكور بتاعها. طيب الكلوب بيردن سكور ممكن يستخدم كبريدكتور للفانكشنال اوت كام للفاينل انفاركت سايز وللهيموراجيك ترانسفورميشن. هاير كلوب بيردن سكور از ا بريدكتور اوف فاست اند سكسسفول اندوفاسكولار ثيرابي. في حالات الام سي اوكلوجن الهاير كلود بيردن سكور از ا بريدكتور اوف جود كلينيكال اوت كام جود ريكانلايزيشن ويز اي في تي بي اي والكات اوف بوينت برضه بتبقى في الحالات دي 6. في حالات الكاروتيد تيرمينس اوكلوجن الهاير كلود بيردن سكور از ا بريدكتور اوف جود اوت كام اوف اندوفاسكولار ثيرابي والكات اوف بوينت بيبقى برضه 6. في سكورز زي التور فيرجاتا ستروك سكيل ده بيستخدم الاسبكت سكور اقل من 8 الكلود بيردن سكور اقل من 6 والبور كولاترال فلو عشان يستخدموا فور سيليكشن اوف بيشنت والاكيوت سكيميك ستروك بيشنت كانديديت فور ميكانيكال ثرومبكتو. طيب في انذر جريدنج سيستم للثرومبس اللي هو الام تي مي او الموديفايد ثرومبوليسيس ان مايوكارديال انفاركشن وده بيقسم الثرومبس الى 5 جريدز. جريد 0 مفيش ثرومبس خالص نو انجيوغرافيك كاركترستيك سجستيف اوف ثرومبس. جريد 1 بوسيبل ثرومبس. جريد 2 سمول ثرومبس بس الدايمتر بتاعها اقل من هاف اوف ذا فيسل دايمتر. جريد 3 مودريت ثرومبس الدايمتر بتاعها ازيد من نص الفيسل دايمتر ولكن اقل من 2 الفيسل دايمتر. جريد 4 الدايمتر بتاعها بيبقى اكتر من 2 الفيسل دايمتر. طبعا الام تي مي از ا بريدكتور اوف بور اوت كم افتر انترا ارتيريال ثرومبكتومي والكات اوف بوينت 4 بتبقى اسوشيتد ويز بور اوت كم اند لونجر تايم اوف انترا ارتيريال ثرومبكتومي اند هاي ريت اوف كلود ديسربشن. احنا عندنا حاجه مشهوره اللي هي الهايبر دنس ام سي اي ساين تم ذكرها في النيو ريكومنديشن بتاعه 2019 للاكيوت سكيميك ستروك ان ان بيشنت ويز هايبر دنس ام سي اي ساين الاي في تي بي اي كان بي بينيفيشال. تم استخدام الهايبر دنس ام سي اي ساين والايرلي سكيميك تشينجز في سكور اللي هو دراجون سكور از ا بريدكتور اوف 3 مانثس اوت كم افتر فينوس انترا فينوس ثرومبوليسيس.
الثرومبس لينس برضو بتحكمني في الاوت كوم زي ما عندنا في الام سي اوكلوجن. لو الثرومبس لينس كانت اكتر من 8 سنتي الانترافينوس ثرومبوليسيس هاز نو بوتنشال تو ريكانالايز. الكولاترال سكور بتاع الام سي اي اللي بنستخدم فيه السي تي انجيو سورس ايمجز عشان يقدر يحكم لي الاوت كوم بتاع البيشنت ده. بالسكور ده بيتقسم من 0 1 2 3 جريد 0. طبعا انا بقارن الناحيه اللي افكتد بالهيلثي سايد بقيس فيها البايل فيسلز اكستنت. فمثلا في جريد 0 مفيش فيسلز خالص فيزيبل وذين ذا اوكلودد فاسكولار تريتوري. السكور رقم 1 البايل فيلينج اقل من 50% من الفاسكولار تريتوري. جريد 2 البايل فيلينج اكتر من 50% ولكن اقل من 100%. وجريد 3 بيبقى نورمال او بايل فيلينج 100% من الفاسكولار تريتوري. طبعا الكولاترال سكور از ا بريدكتور اوف ريسبونس تو انترا ارتيريال ثيرابي. جود كولاترال يساوي جريت بنفيت فروم انترا ارتيريال ثرومبكتومي وبور كولاترالز بتقلل البنفيت طبعا. طيب البرفيوجن ايمجز انا مش هتكلم فيها على سكور معين وانما بس بتكلم على التو ترايلز اللي استخدموا الثرومبكتومي بيان 6 اورز اللي هم الدون والديفيوز 3 ترايلز. وكان الايجابيليتي كرايتيريا بتعتمد فيهم على الانفاركت فوليوم والكور والبينامبرا فوليوم والريشيو ما بينهم وحطوا الايجابيليتي كرايتيريا بالارقام. وكان الريكومنديشن بتاعه الجايد لاينز 2019 ان اونلي الايجابيليتي كرايتيريا فروم ايذر ترايلز شود بي يوزد فور بيشنت سيليكشن بيوند 6 اورز اند ذا دون اند ديفيوز 3 الايجابيليتي كرايتيريا شود بي ستريكتلي ادهيرد تو ان كلينيكال براكتس. طبعا عندنا الريبرفيوجن سكورز الثرومبوليسيس ان سيريبرال انفاركشن سكيل. ده طبعا وانا بعمل الميكانيكال امبوليكتومي عشان اشوف حصل جود برفيوجن ولا لا. عندي سكور من 0 1 2 3 و2 بتتقسم 2A و2B. 0 نو برفيوجن، 1 بيبقى فيه انتي جريد برفيوجن بات ليميتد ديستال برانش ويز سلو ديستال برفيوجن. جريد 2A البرفيوجن بيبقى اقل من الهاف اوف ذا اوكلودد ارتري فاسكولار تريتوري. 2B بيبقى اكتر من هاف الاوكلودد ارتري فاسكولار تريتوري. و3 اللي هو الكومبليت انتي جريد برفيوجن. طبعا في الجايد لاينز 2019 كان الجول اوف ثرومبكتومي شود بي الام تي كي جريد 2 بي او 3 تو اتشيف جود كلينيكال اوت كوم. طيب دول كلهم كانت الاكيوت سكيميك ستروك. هنتكلم شويه على الايمجنج سكورنج في الانترا سيريبرال هيموريج، ودي دايما بتعتمد على السي تي برين. طبعا لازم اعرف اكالكوليت السيريبرال بلاد فوليوم باستخدام الايكويشن اي في بي في سي على 2. طبعا اي وبي دولت البربنديكولار دايمترز وسي ده النمبر اوف سلايسز اللي ظاهر فيها الهيموريج. في مجموعه من السكورز بتبريدكت الاوت كوم اوف انترا سيريبرال هيموريج زي الاي سي اتش سكور والماكسيمال تريتد اي سي اتش سكور. الاي سي اتش سكور بيستخدم ايتمز كتيره علشان يبريدكت الاوت كوم. الايمجنج ايتم اللي تهمني فيها هي وجود الانترافنتريكولار هيموريج، الهيماتوما فوليوم 30 ملي او اكتر، والانفراتنتوريال سايت اوف هيماتوما. الاي سي اتش سكور كان يوزد فور ريسك ستراتيفيكيشن اند بريدكشن اوف فانكشنال اوت كوم اند ديس. الماكسيمال تريتد او الماكس اي سي اتش سكور برضه بيستخدم ديفرنت ايتمز. الايمجنج ايتم اللي تهمني فيها هي وجود الانترافنتريكولار هيموريج، والهيماتوما بيقسمها لوبر الفوليوم بتاعها 30 ملي فاكتر او ديب او نون لوبر الفوليوم بتاعها 10 ملي فاكتر. طبعا اللوبر هيماتوما هي الكورتيكال او كورتيكال سب كورتيكال هيماتوما، والديب هيماتوما بتبقى ديب ما دازنت تاتش الكورتكس او السب كورتيكال ستراكشر. الماكس انترا سيبرال هيموريج سكور از ا يوسفول تول فور سيفيريتي اسيسمنت ان انترا سيبرال هيموريج اند كان بريدكت ذا فانكشنال اوت كوم اند ذس. في مجموعه من السكورز الثانيه بتبريدكت الاندرلاينج فاسكولار باثولوجي، يعني الهيماتوما دي يكون تحتيها فاسكولار باثولوجي ثاني زي السكندري انترا سيريبرال هيموريج سكور والموديفايد سكندري انترا سيريبرال هيموريج سكور. هما الاثنين شبه بعض تقريبا، بيستخدموا ايتمز متشابهه الايج والسكس والسيستوليك بلاد بريشر. انا يهمني الايمجنج ايتمز او السكورز اللي فيهم الحاجات اللي بتاخد لو ريسك لوكيشن، البيزال جانجلي هيماتوما، السالاموس، الميد برين، والبونتاين هيموريج. الحاجات اللي بتاخد هاي ريسك لوكيشن انها تكون اقل من 3 ملي من سوبرا تنتوريال سيسترن كونتيننج لارج فيسلز زي الانتر هيمسفيريك سيسترن والسيلفيان فيشر والكوادريجيمنال سيسترن والامبيان سيسترن، او ان الهيماتوما يكون جنبها لارج فيسلز او كالسيفايد او كالسيفيكيشن، او ان يكون في هايبر دنس فينوس ساينوس دريننج ذا سايت اوف ذا هيماتوما.
في مجموعه من الايمجنج سكورز ممكن اكتشف بيها ان الاندرلاينج كوز اوف ذا هيماتوما هو السيريبرال اميلويد انجيوباسي زي الايدنبرا سكور. الايدنبرا سكور بيعتمد على النون كونتراست سي تي، بيقسم العينين لثلاثه ليفلز لو وميديوم وهاي بروبابيليتي. العينين اللو بروبابيليتي فور السيريبرال اميلويد انجيوباسي بيبقوا فيهم جاست لوبر هيمرج، اما الميديوم بيبقوا لوبر هيمرج بلس يا اما سب اركنويد هيمرج يا اما الجين فور سيريبرال اميلويد انجيوباسي اللي هو الابو اي جين بوزيتيف. الهاي بروبابيليتي البيشنت اللي عندهم لوبر هيمرج بلس سب اركنويد هيمرج زائد حاجه من الاثنين، يا اما فينجر لايك بروجكشنز طالعه من الهيماتوما اللي هي الزوايد اللي طالعه من الهيماتوما دي، او انها تبقى بوزيتيف فور ابو اي جين. البوستن كرايتيريا من الكرايتيريا اللي بتشخص بيها برضو السيريبرال اميلويد انجيوباسي، اتنشرت في 2010 وحصل لها موديفيكيشن في 2018، وقسمت العيانين اكوردنج تو ذا بروبابيليتي انتو هاي او بروبابل ديفينيت سوري ديفينيت وبروبابل وبوسيبل سيريبرال اميلويد انجيوباسي. الديفينيت محتاجه بوست مورتم اكزامينيشن عشان اشوف فيها اللوبر كورتيكال او سب كورتيكال هيماتوما واشوف الهيستوباثولوجي بتاع الاميلويد انجيوباسي. البروبابل بتعتمد على الايمجنج، يكون العيان سنه اكتر من 55 سنه، عنده مالتيبل لوبر هيماتوما او مالتيبل مايكرو بليدز. طبعا مايكرو بليدز بنشوفها في التي ستار تي 2 ستار ام ار اي، او ان البيشنت يكون عنده سنجل لوبر هيماتوما ومعاها سنجل مايكرو بليد بس في مكان بعيد عن الهيماتوما ما يكونش بسبب الهيماتوما ديت، او ان البيشنت يكون عنده سنجل لوبر هيماتوما بلس سنجل كورتيكال سوبرفيشال سيدروسيس. البوسيبل سيربرال اميلويد انجيوباسين البيشنت برضو سنه اكتر من 55 سنه، بيبقى عنده يا سنجل لوبر هيماتوما او سنجل مايكرو بليد او سنجل فوكال سوبرفيشال سيدروسيس او disseminated focal او cortical superficial sclerosis. طيب في مجموعه من السكور بتبريدكت الهيماتوما اكسبانشن، طيب منها الهيفن سكور. الهيفن سكور بيستخدم ايمجنج ايتم زي الهيتروجينيستي ان في ديفرنت دينستي جوه الهيماتوما، او ان الهيماتوما فوليوم تكون اكتر من 30 ملي، او ان يكون في بريفرال ايديما حوالين الهيماتوما، او حاجه اسمها النيفيو. النيفيو ده اللي هو ان يبقى فيه هيموريج ويز ويل ديفايند باوندريز بتوين ارياز اوف ديفرنت دينستي ايذر هوريزونتال او كيرفد. ال 9 بوينت سكورينج سيستم بيستخدم ايمجنج كرايتيريا برضه عشان يبريدكت الهيماتوما اكسبانشن اللي هو السايز بتاع الهيماتوما والسبوت ساين اللي بتبقى موجوده في السي تي انجيوغرافي. طيب عندنا ال 9 بوينت سكورينج سيستم برضه بيستخدم ايمجنج ايتم زي الهيماتوما فوليوم وحاجه اسمها الايلاند ساين، ان يبقى في اكستنشنز طالعه من الهيماتوما يا اما كونكتد للهيماتوما او سيباريتد منها، وحاجه اسمها البلاك هول ساين ان يبقى في النقطه السوداء اللي موجوده جوه الهيماتوما دي. طيب البيزال جانجليا سكورينج سيستم تو بريدكت ذا هيماتوما اكسبانشن فيها الايمجنج ايتمز اللي فيها وجود الانترافنتريكولار هيمرج او الهيماتوما فوليوم تكون اكتر من 30 ملي، او بعض الساينز زي البليند ساين الايلاند ساين والسويرل ساين. الايلاند ساين احنا قلنا عليها قبل كده الاكستنشنز اللي بتبقى موجوده جنب الهيماتوما. البليند ساين زي ما يكون الهيماتوما مضروبه في الخلاط فيه كذا ليفل من الدينستي من الهيماتوما، والسويرل ساين زي الدوامه جوه الهيماتوما يا اما تكون ويل ديفايند يا اما ريجولار يا اما ستريك لايك. طيب في بعض السكورز بتبريدكت السيمتوماتيك انترا سيريبرال هيموريج افتر ثرومبوليسيس. عندنا الهات سكور او الهيموريج افتر ثرومبوليسيس سكور، ده بيستخدم ايمجنج ايتمز اللي هي وجود الهايبو اتينويشن في الميدل سيريبرال ارتري يا اما اقل او اكتر من التلت الميدل سيريبرال ارتري. طبعا الهات سكور ممكن يستخدم في الريسك ستراتيفيكيشن اوف انترا سيريبرال هيموريج افتر اي في تي بي اي. نفس الكلام السيدان سكور برضو بيستخدم ايمجنج ايتمز عشان يبريدكت الهيموريج بعد الاي في تي بي اي اللي هي الهايبر دنس ساين والايرلي اسكيميك تشينجز. اخر حاجه عندنا هو الانترافنتريكولار هيموريجنج سكورز اللي هو السلايس سكور، بيقسم الى الفنتريكلز الى ثلاثه سيكشن، سيكشن في النون سيبتم باليوسيدم وسيكشن في البيزال جانجليا وسيكشن عند الثيرد فنتريكل والاوكسيبيتال هورن، وفي الاخر خالص سيكشن على مستوى الفورس فنتريكل. كل فنتريكل منهم بياخد سكور لوحده، السكور ده بيبقى من 0 ل 3. 0 ده ان الفنتريكل ما فيهوش بلاد خالص، 1 فيه بلاد بس اقل من 50%، 2 في بلاد اكتر من 50% او filled with blood but not expanded، وثلاثه ان الفنتركل يبقى filled with blood and expanded. سلايس سكور ممكن استخدمه for measuring intraventricular severity and predicting 90 day poor outcome and mortality in intracerebral hemorrhage، والكت اوف بوينت بتاعته 9 للبور اوتكم و12 for 90 days mortality. Thank you.
عنده أسئلة أو حاجة. هو ستيل الدكتور محمد سالم أونلاين؟ لا تمام. سو احنا بقى عايزين لو في أسئلة للدكتور أحمد سرحان أو الدكتور خالد حاتم. تمام اتفضل دكتور. Intravenous thrombolysis. For predicting the prognosis and predicting the secondary intracerebral hematoma. يعني انت اختار لنا اثنين من اللي انت قلتهم حاجات في منتهى الروعه طبعا وتكون سمبليفايد عشان نعممهم على مستوى الجمهوريه كلها بحيث ان كل السنترز في مصر كلها تستخدمهم ونسهل الدنيا على النواب والسبيشالست اللي بيستقبلوا الحالات. هو حضرتك بالنسبه للهيموريدج يعني السكورز كلها بتعتمد على النون كونتراست سي تي فهي يعني افيلابل ما فيهاش مشكله يعني كالجهاز ما فيهوش مشكله. المشكله كلها هتبقى في الاديوكيشن بس بتاعه الكندت يعني هل هم الفيزيشنز هم اللي هيشتغلوا عليها النيورولوجيست ولا الراديولوجيست هم اللي اسس لان معظمها بتعتمد على حاجات ممكن يعني الهيماتوما فوليوم يعني كالكوليشن ده ممكن يتم عن طريق الجهاز نفسه يعني مش الدكتور اللي هو بياخد الاشعه وبيقيسها فممكن الراديولوجيست يبقى مشترك في القصه ديت بحيث ان تبقى عنده الايتمز ديت هو بيدي بيقول له انا عندي مثلا في عندي بليند ساين انا عندي ايلاند ساين انا عندي الهيماتوما فوليوم كذا والنيوروجيست بيترجم الكلام ده ان هو يحدد بيه الريسك ستراتيفيكيشن ده بالنسبه للهيماتوما فانا في رايي ان لازم اول حاجه الراديولوجيست يبقى مشارك في القصه دي ده مهم. الجزء الثاني بتاع الاكيوت سكيميك ستروك هي اولا لازم تبقى يعني بتدبند على اتاحه الجهاز اولا لان مش كل السنترز بتبقى متاح فيها حاجات فوق السي تي يعني بالذات في الاكيوت سكيميك ستروك يعني غالبا هيبقى السي تي فقط. في حاجات احنا بنتكلم عنها البرفيوجن ايمجز ديت برضه مش هتبقى متاحه في كل الاماكن وكذلك السي تي انجيوجرافي مش هتبقى متاحه. فاول حاجه خالص هو الاسبكت في ظني يعني ان هو الاسبكت هو اول حاجه البيزك اللي بينبني عليه سكورز ثانيه يعني حتى حضرتك لو تلاحظ ان في سكورز بتاخد الاسبكت ايتم منها لوحدها في التحديد. نعم دكتور عبد العزيز مش عايز تكومنت على الجزء ده بتاعك يعني. هو طبعا الوت اوف سكورز موجوده واحنا لازم فعلا نتفق على حاجه وتبقى في لغه واحده ان احنا بنتحدث بيها وانا متفق مع الدكتور خالد ان هو او الدكتور اسامه قبل كده ان الراديولوجيست ما بيبقوش متواجدين نظرا لقله العدد بتاعنا يعني والناس السبيشاليزد في نيورو راديولوجي لكن الحاجات السمبل اللي انت هاو تو ميجر فوليوم هاو تو تيل وات ساين لايك ذس اند يعني اعتقد فكره التريننج او فكره ان يبقى في نيورو راديولوجي كورس الناس سبيشاليزد فور ستروك تبقى افري ناو اند ذن النواب هنا وهنا يتعلموها يبقى طريقه الكلام واحده فاعتقد هي موضوع كوميونيكيشن وتريننج اكتر ما هو النولج موجوده او لا ويبقى في كونسنسس بليز لان انا فعلا يعني انا عارف كتير من السكورز يعني او انا بعمل برزنتيشن بس اللي قالهم الدكتور خالد الثلاث اربع اضعافهم فحتى يعني انا منتلي مش قادر اكوب مع انتوا عاوزين اني واحد فيهم عشان اكتبه في الريبورت واجيب ورق قد ايه عشان اكتب فيه ريبورت يعني وي شود ستارت ديفينتلي وي شود ستارت. شكرا. قبل ما اقدم طبعا الستار بتاعنا في النكست سيشن مهم جدا اجابه على الاستاذ دكتور محمد حمدي الفكره انت محتاج ايه البروتوكول بتاعك في البراكتس هو ده اللي هيتطلب منك ان انت هتلجا لاي سكيلز واي سكور سيستم لان هي الفكره نفسها لو انت بالنسبه لك بتتعامل مع عيان اكيوت سكيميك ستروك
ومحتاج ان انت تاخد ديسيجن سريع، يبقى انت هتعتمد على السكورز اللي بتحدد البريدكتورز بتاعت الاوتكم في الريبرفيوجن ثيرابي، او البريدكتورز اللي بتحدد الكومبليكيشنز علشان تشرحها للعيان. ده لو في عندك البروتوكول ان انت لازم تشرح للعيان، معظم العيانين ومعظم بعض المستشفيات بتاخد العيان وتديله تعمل فيه اللي انت عايزه من غير ما تكلمه، وده ما هوش براكتس مظبوط. الحاجه الثانيه البروتوكول بتاع الهيموراج، لو انت رانينج بروتوكول فور هيموراجيك ستروك، مهم جدا ان يبقى في كوميونيكيشن كومن لانجويج بينك وبين بتاع الاشعه وبتاع النيورو سيرجري، علشان خاطر ما تستناش لما الهيماتوما تزيد. الانتراسيريبرال هيماتوما معروف ان هي وين هاندلد ايرلي الاوتكم بيتحسن سريعا، واحنا بنتكلم الايرلي ده اللي هو 12 ساعه بعد الهيماتوما. فوجود بعض الساينز والسكورز اللي بتحدد الاكسبانشن بتاع الهيماتوما زي السبوت ساينز وزي الهيفن النيفيا والسكورز بتاعه الهيماتوما اكسبانشن، دي اللي انت على اساسها هتجيب بتاع نيورو سيرجري من قفاه وتقول له تقعد جنبي هنا ما تتحركش عشان تلحق العيان. الحاجات دي هي اللي احنا على اساسها في كتب في السكورز، لكن انت مش هتاخد كل السكورز دي وتحطها، ولكن انت على حسب البروتوكول اللي انت بتجري جوه المستشفى بتاعتك بتاخد اللي يفيدك. ده مهم جدا، وده الغرض من السيشن دي.